السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في صوت الناس. تيتمنا بفقدك يا إمامي، فهل تكفي الدموع على الرجال؟ عهدنا نادرا شهدا تحلى، وماء حيائه مثل الزلال. ألا فليرقب السفاح ويلا، فعند الله يجزى بالوبال. ألا يا شيخنا نم في هناء، وفي الفردوس تحيا في الظلال. 10 أيام مضت عن نبأ اغتيال الشيخ نادر العمراني، شهدت ردة فعل غاضبة عبرت عنها الجموع في ميدان الشهداء، وناشدت وطالبت بالإسراع للقبض على الجناة، ومسارعة تقديمهم للمحاكمة العادلة ثم القصاص. فهل ستلقى هذه المطالبة آذانا مصغية وتجاوبا من الجهات التنفيذية ليخفف المصاب ويلتئم الجرح العميق؟ مقتل الشيخ نادر العمراني وتعاطي الجهات المسؤولة عنوان حلقتنا الليلة في صوت الناس، فكونوا معنا بعد هذا التقرير. شيخ نادر العمراني كان يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله بصوت عالي. ترى حكيم فرغ فيك ليش؟ مضت 10 أيام على إعلان نبأ مقتل الشيخ نادر العمراني، ولا تزال آثار تلك الفاجعة لم تغادر النفوس، والأبصار تتجه نحو الجهات الرسمية لتعلن عن موقف حازم وعاجل للفصل في هذه القضية التي تمس أمن البلاد وسلمها الاجتماعي. فالمطالبة الشعبية التي بلغت أوجها في صلاة الغائب حثت وطالبت بسرعة القبض على الجناة. يرى كثير من المراقبين أنه لم تصل في ضغوطاتها إلى ما ينشده أهل الفقيد فضلا عن غيرهم، فيا ترى هل هناك ما يشغل صناع القرار والساسة أمر أجل من قتل عالم كالشيخ العمراني؟ أم أن الاكتفاء بالتعازي والمراثي أقصى ما جادت به أوقاتهم؟ وهل ستبقى المطالبات بشأن مقتله تنام عليها الأيام كما نامت عن نبأ اختطافه؟ يا معشر المسؤولين، هيئة قضاء ونيابة وحكومات، لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. في من أوكلناه أمرنا ولم يتخذ الإجراءات الأولية. حسبنا الله ونعم الوكيل. مخاوف وتساؤلات تشغل الرأي العام حول ما وصل إليه ملف قضية الشيخ نادر العمراني، وهل أوامر النائب العام بشأن القبض على الجناة ستجد طريقها إلى التنفيذ، أم أن القضية سينالها من الإهمال ما نال غيرها من القضايا؟ أما من يعول عليهم فهم في سباتهم، إن لم يوقظهم مقتله فماذا سيوقظهم؟ هيهات هيهات لو أسمع تحية. للمشاركة في برنامج صوت الناس يمكنكم الاتصال بالأرقام التالية 021-33-47-401، 021-33-47-402، وأيضا على رقم 021-33-47-403. كما يمكنكم التفاعل مع موضوع حلقتنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي التالية. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين في صوت الناس، في حلقة نتحدث فيها عن كيف تعاملت الجهات الرسمية في قضية مقتل الشيخ نادر العمراني وما هي ردود الفعل. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معي ضيفي عبر سكايب الأستاذ مصطفى جراف، وهو المتحدث الرسمي باسم الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري وناشط حقوقي أيضا. أهلا بك أستاذ مصطفى. بداية، هل ما تم نشره من قبل جهاز المباحث من فيديوهات
واعترافات كفيل بفتح ملف القضية ودخولها ودخول أوراقها للنيابة، ويعني بالتالي تحويل هذا الملف إلى ملف قضائي لانتظار الإجراءات اللازمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الحقيقة الأمر مؤسف جدا أننا ما زلنا نراقب ونستمع ولم نجد يعني شيئا حقيقيا على الأرض، أرض الواقع. يعني الناس كما أشار تقريركم تفاعلت وتحركت، مؤسسات المجتمع المدني، كثير من الغيورين والمشايخ والحريصين، المصلحون يحاولون، ولكن الحقيقة لا يوجد على أرض الواقع من الجهات المفروض اللي هي المفروض أن تكون مسؤولة عن مثل هذا الملف كما ذكرتم في التحرك به وبعد صدور هذه الأدلة وهذه الاعترافات. لكن لا ندري لما كل هذا التأخير ولما كل هذا التثبيط من بعض الجهات. هناك تثبيط واضح، تثبيت لا ندري ما مداه، هذا عالم جليل، عالم محسوب حتى على المتوسطين المصلحين الذين كانوا حتى مع الذين اعتدوا عليه كان يدعو إلى التوسط والتعقل مع كل الأطراف. عالم فقدناه وفقدت ليبيا، بل العالم الإسلامي كله فقد عالما فذا مثل هذا. لا ندري لما كل هذا التأخير من الجهات المسؤولة، وللأسف شيء مقلق. أنا أقول إنه شيء مقلق. ما نخشاه الحقيقة، نحن نراقب الوضع، وما نخشاه هو أن يمر هذا الحدث. وأظن وأنا يعني أرجو أن أكون مخطئ، أرجو أن أكون مخطئ في هذا الذي سأقوله، لكن ما نخشاه هو أنه سيمر هذا الحدث، ويريدون لهذا الحدث أن يمر ويبقى مرور الكرام ويبقى طي النسيان، وهذا شيء مؤسف جدا. القضية ليست قضية الشخص في حد ذاته، الشيخ الدكتور نادر رحمة الله عليه، ولكن كعلم وكذلك كحادثة عظيمة مثل هذه، حيث أنهم وصلوا إلى إعلامنا وعلمائنا ورموزنا. نعم أستاذ مصطفى، يعني هناك من يقول لنا الآن بأن لا توجد جثة حتى الآن، وإنما هي مجموعة من الاعترافات ومدى صحتها قد يكون ضعيف جدا. يعني كيف ترد، يعني من جهة حقوقية لا يكفي الاعتراف بارتكاب الجريمة عن وجود مثلا الإثباتات المادية؟ نعم، هذا قانونا وهذا معروف عند كل من متابع وكل متخصص. نعم. الاعتراف بأي جريمة خصوصا الجرائم كالقتل وغيرها هو جريمة، هذا معروف قانونا. اعتراف صاحب الجريمة بجريمته هو جريمة. نعم. وبعد ذلك يبقى على الجهات الأخرى، يبقى علينا أن نحقق ونتابع. يعني إيجاد الجثة من عدمه هذا ربما يتعسر، لكن لا بد من تفعيل الملف. وهنا أعيد مرة أخرى وأقول الجهات المسؤولة المخولة عليها أن لا تألو جهدا في الاستمرار في التحقيق والاستمرار في إيجاد القتلة وعدم الاختفاء عليه. يعني القضية الآن ما نخشاه هو أن تنسها، أو يعني يراد لهذه القضية أن تطوى وهكذا تمشي إلى غيرها، ويحدث شيء آخر في البلاد أو في العاصمة، بحيث تحدث زوبعات، وهذا الذي نخشاه. هذا حدث ليس عادي، والمفروض الحقيقة هنا أن يعانى المصلحون. الحمد لله هناك مصلحون، هناك في البلاد من يحاول، ولكن علينا أن نعينهم. وأنا أريد أن أقول شيء هنا في هذا الصدد، ولا الأمر الآن المفروض أن لا يبقى في أي يعني مجال لل يعني للمواربة، لا بد أن يكون واضح الإنسان في كلامه. هذا التيار المدخلي الذي الحقيقة يعني أتانا بهذه الحمم وهذه الكراهية وهذه الفتن، علينا أن نكون متصدين له. دائرة الإفتاء والإخوة المتخصصين دعوا كما استمعنا إلى مناظرات وغيرها. هم أيضا لم يقصروا الجانب الآخر من المداخلة، وسمعنا اليوم أنهم أرادوا الاتصال ببعض المشايخ مثل الحيدان وغيرها حتى يعني يشعلوا الفتن. ما زالوا وراء فتنهم إلا من رحم الله. نحن سمعنا أن بعضهم ربما تاب، ولكن الحقيقة ما زالوا في غيهم. وعلينا كمجتمع ليبي كلنا، المجتمع المدني مع العلماء والفقهاء دار الإفتاء مع المتخصصين والقانونيين مع كل الجهات المتخصصة في الدولة، أن نقف ضد هذا التيار الذي يريد الفتن للبلاد. نعم. قبل أن ربما أنتقل لسؤال آخر أستاذ مصطفى، يعني ألا يشبه هذه الحادثة ولا نخشى من غياب الأدلة كما حصل في قضية الطائرة التي قصفت ربما في المايا ونحوها، الآن هي يعني أصبحت قصة من قصص التاريخ ربما،
ولا توجد أي أدلة وملفات حتى هذه اللحظة مفتوحة بالخصوص، وحتى وإن وجدت فهي في طي الملفات الثانوية وليست حقيقية. ألا نخشى الآن من أن يخلى هذا الملف الكبير خاصة في قضية الشيخ نادر العمراني بنفس الطريقة التي حدثت مع الطائرة؟ نعم، أنا أقول مثل ما قلت تماما، ونحن نخشى هذا ونترقب الحقيقة. يعني نخشى أن فعلا أن يهمل هذا الملف ويطوى هذه حادثة الطائرة، إحدى الحادثات العظيمة، نعم، في أخوة أجلاء كانوا قتلوا رحمة الله عليه، وهذه أيضا حادثة ليست بالسهلة، وسبحان الله صارت تمر علينا الحوادث العظام وتمرر بهذا الشكل. فعلا كما ذكرت نحن نخشى ذلك، ولذلك مرة أخرى نقول وننادي من خلال هذه القناة المباركة كل المصلحين أن لا يألوا جهدا ولا يتركوا لهؤلاء أصحاب الفتن والمندسين وبعضهم مفسدين ومعاونيهم كذلك. للأسف الشديد لا بد أن نقف يدا واحدة مع شعبنا الأبي، مع أناسنا، مع أهلنا، وكلنا يد واحدة حتى لا تطوى هذه الصفحة. ستكون جريمة حقيقية، وسيسألنا الله سبحانه وتعالى وكل من يعلم شيء أو يعرف أي شيء سواء كان شيء صغير أو كبير عليه أن لا يقف فقط عند أن يتفرج أو يندد، عليه أن يفعل ما يستطيع. نعم. من لم يستطع بيده فبلسانه أو بقلبه كما أشار الحديث. نعم. أستاذ، فعلا كما ذكرت نحن نخشى هذا الشيء. نعم. أستاذ مصطفى، أين وصلت التحقيقات الجنائية وفي حال عدم التمكن من القبض على الجنات كيف يكون مسار القضية؟ يعني هل تقفل القضية أم تستمر من ناحية حقوقية؟ لو يعني أردت تعليق. يعني أنا لا أعرف بالضبط أين وصلت، لهذه عند المتخصصين. نعم. ولكن المعروف قانونيا وحقوقيا أنه مهما حصل لا تقف القضية ولو بقيت سنين بعد سنين. نعم. هذه لا بد أن تكون واضحة عند الجميع، يعني لا عذر لأحد أنه ولو طال الزمن. ثم أنه لماذا يطول الزمن ونحن في بلد واحد وشعب واحد لغة واحدة؟ لماذا هذا التأخير وهذا التمطيط؟ للأسف الشديد علينا أن نتعاون جميعا، وعلى كل من لا يستطيع فعل شيء عليه أن يفعله مهما طالت المدة. أبدا لا بد من الاستمرار في القضية. نعم. هل تعتبر أستاذ مصطفى مثلا قضية مقتل الشيخ نادر العمراني هي قضية رأي عام ولها أبعاد تمس الأمن الوطني مثلا؟ أبدا، نعم بالضبط، هذا شيء يعني مهم جدا أن يفهم. القضية ليست قضية شخص الشيخ نادر أو شيء معين. نعم. قضية تمس الأمن الوطني، هذا رمز من رموزنا. هذا شيخ من مشايخنا، هذا عالم من علمائنا، مفتي من مفتينا، هذا رمز من رموز ثورة 17 فبراير، وبالتالي يمس أمننا الوطني ويمس ثورتنا وبلادنا. وهذا لابد أن يفهم عند الجميع، عند القاصي والداني، عند العامة، عند الإخوة جميعا، عند المتخصصين والمسؤولين، لابد أن تفهم هذه. يعني هذه الثورة سالت فيها الدماء، وهذه البلاد سقتها هذه الدماء الزكية، ومنها هذا الدم الزكي، دم الشيخ نادر رحمة الله عليه. فالقضية فعلا هي قضية رمز من رموزنا، ولا بد أن نستمر في البحث عن الجنات إن شاء الله. نعم. أستاذ مصطفى، يعني تعليقك الأخير تفضل. نحن هنا نقول مرة أخرى، علينا كشعب، كمسلمين، كليبيين، أن نفهم هذه القضية. بعض الناس لما تتكلم يقال عنك إخواني، يقال عنك المقاتلة، هذه الألفاظ التي نسمعها. نعم. إلى متى نبقى في هذه القوقعة أيها الناس؟ أنا أخاطب إخواني جميعا من جميع الشرائح، الشعب الليبي، أن لابد أن نرقى. المؤامرة كبيرة، الشيخ نادر ما هو إلا علم من أعلامنا، نعم، ولكن القضية تمس ثورتنا. الأزلام ما زالوا يتحركون، أعداء الثورة وأتباع القذافي ما زالوا يحرضون. نحن في الفيسبوك وغيرها لما نضع أي شيء، ومثال على ذلك لما وقف الإخوة هنا أمام السفارة السعودية اليومين الماضيين، صار بعضهم يعلق هؤلاء إخوان، هؤلاء كذا، يريدون شيء. نحن لسنا إخوان ولا غيره، نحن مسلمون، نحن ليبيون، نحن حريصون على دماء كل ليبي، كل مسلم. نعم. هذه ناحية. إلى متى نبقى بهذا الشكل؟ نحن هنا كذلك في جهود إن شاء الله تعالى، سترسل رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد اللي هو وزير الدفاع. نعم. متخصصة هذه الرسالة، وهذه الرسالة سنؤكد فيها بالأدلة على أن هناك فتن تخرج من عندهم وفتاوى، ومعروف ماذا أقصد بهذا الكلام، وعليهم أن يساعدونا كإخوة، إخواننا الأشقاء في السعودية، أن يوقفوا هذه الفتن التي تخرج من عندهم. للأسف الشديد نحن في ليبيا عندنا أناس يعثرون المنابر ويتصدرون المنابر وغيرها والدروس، وفتاويهم تأتي من خارج ليبيا. والفتاوى إذا أتت من خارج ليبيا ليست خطأ، ولكن سبحان الله لماذا يتجاوزون دار الإفتاء السعودية أو غيرها؟ نحن نحترمهم ونحترم علماءهم، لا نتدخل في شؤونهم، هذا رقم واحد.
رقم اثنين شرعا وهذا معروف حتى عندهم في دائرة الإفتاء يقولون دائما اسألوا علماءكم. المفتي في السعودية قال قولته وغيره من العلماء الكبار. نحن ما زلنا نخاطب إخواننا وما زالوا هم كثر في ليبيا، ما زلنا نقول لهم أن يتعقلوا. سبحان الله إذا رأونا خرجنا في أي مناسبة كما ذكرت وقال عنا إما إخوان أو أننا نريد شيء من هذه الدنيا، أبدا والله نحن هنا لأننا رأينا الدماء الزكية التي بذلت في هذه في هذا البلد الطاهر ليبيا الحبيبة، ولن نتوقف عن النضال ولن نتوقف عن الدفاع عن حقوق ثورة 17 فبراير المجيدة. نعم، شكرا جزيلا لك المتحدث الرسمي باسم الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري الأستاذ مصطفى جراف على ما تفضلت به، شكرا جزيلا لك. نستقبل المكالمة الأولى من المرج. السلام عليكم أبو حريك من المرج. السلام عليكم. مرحبا، تحية طيبة. أهلا وسهلا لك التحية، تفضل أبو حريك. ويعني كيف ترى تأخر ربما التحقيق في قضية الشيخ نادر؟ والله لا حول ولا قوة إلا بالله. دوا نحن غرب شرق جنوب شمال ليبيين لا إله إلا الله، عددنا شوي من يلبس 6 مليون، انقطعنا كنا مع المجرم القذافي وهالشلته وهالعصابات. نعم، مع الاسف جدا احنا في المجلس الانتقالي جبنا على المشهد البايخ هذا الميليشيات وهالعصابات. نبدا نبدا نتوحد خلاص، يكفي هالدماء في الغرب والشرق والجنوب، محتفين مع دول الجوار مع العالم الخارجي اللي يجي يقطع فينا. شكرا جزيلا لك ابو حريق من المرج. مكالمه اخرى معنا. مكالمه اخرى، عبد الحكيم من طرابلس. السلام عليكم. الله لا فلاح. لا لا عبد الحكيم من طرابلس تفضل. السلام عليكم اخي عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمه الله. نترحم على شهداء ثوره 17 فبراير والبناء المرصوص، ولفضيله العلامه الدكتور الشيخ نادر العمراني، نسال الله ان ربي ان شاء الله في جنه الخلد ويلحقنا به على الثبات باذن الله تعالى. بالنسبة يا أخي سبحان الله يا أخي عبد الرحمن، هذه الألفاظ متحم النبي الذي يسمع فيها الناس صغار كبار، هذا تلقاه سبحان الله في العمر العمر كبير وعقله صغير، هل يتلفظ على العلماء سبحان الله؟ حتى لو أنه هو مش عالم، حتى لو أنه هو مش شيخ، حتى رجل كبير ما تقدرش تتلفظ عليه سبحان الله. هذم يتلفظوا، هذم خونة، هادم اللي قتلوا، هادم اللي يقولوا يقتلوا العلماء، يقتلوا في خيرة الشباب من بداية 79 يقولوا فيها في رواية تم تصفيا بالدم. هادم نفسهم، هادم هذا المقبور الثاني، هادم يحبوا يعبدوا الطواغيت سبحان الله. بعد الثورة المباركة اللي شملت الحرية بعد التحرير صب الثلج وكانت الخيرات تنزل، وذيك السيولة وذيك الرحمة، وإذا بها تربصوا بها الخبتاء وتربك عز وجل يمحص فيهم. أني لك يا دكتور نادر العمراني إن ربي يخداك منيعة وشهادة، وإن شاء الله ربي يلحقنا بيك. الموت موت واحدة، والإنسان يبدأ لمبدأ واحد، 11 مرة فبراير، مرة مش عارف شنو، ومرة هي كرامة. هذه ما كرامة، هي فزت الشرق بأمته. ونسأل الله رب العرش العظيم إن شاء الله حق ياخذ اليوم قبل غدوة. هي سبحان الله يا أخوي عبد الرحمن، الموت أقرب من الوريد، الوريد اللي في الإنسان يتكلم به أقرب حاجة لي الموت. وين ضايعين؟ وين الدين متاعنا؟ وين الأخلاق؟ وين القيم؟ أين العرف متاعنا؟ تلقاهم سبحان الله إذا كان الإنسان ينزاد عليه ابن تلقاه يقرأ في القرآن، وإذا بيفطر في شهر رمضان يا شيخ ترى يفتيلي بالله عليك، يفتيلي في أشياء إنه هو افطر ولا ما افطرش. يا شيخ ترى طلق متاعي، وإذا بهم توا في الحق ياخذوا في باطل. لكن نسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا وديننا وعرضنا ويوحد المسلمين وفي أي عفية في كل ربوع الأرض. شكرا، من ينصر الله ينصره، فلا غالب له. شكرا جزيلا لك عبد الحكيم من طرابلس. إلى مصراتة أخت أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أمل. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله كل الكنترول. ومرة ثانية ربي إن شاء الله يرحم شهيد الوطن شهيد ليبيا شيخ شهيد طبعا هذا العمراني، والله هم يكشف كل الظلمة والمجرمين إن شاء الله.
وبداية من الأستاذ عبد الرحمن، احنا نتمنى اللي شفناها الجمعة في تأذين الشهيد البطل طبعا، نتمنى ما تكونش فرقة وقتية كعادتها ومش اتحانة يعني، وللأسف يعني يعني احنا شي خلانا متأخرين بهالدرجة، والظلمة قاعدين في الفساد في البلاد هو السكوت عليهم. فتساؤل يسأل، هل مع احترامي ليهم هل عندنا في ليبيا قضاء؟ هل عندنا محاماة؟ هل عندنا نائب عام؟ أين هم؟ يعني ما من جرائم شفته قاعد عن تو توصل للنائب العام أين مشكلة؟ وأما جريمة انكشفت يا أخوي عبد الرحمن. نعم. فأنا نقول كفاية كذب حتى على الشعب الليبي، يعني كلمة المصلحة العامة دواعي أمنية هذه كلها مع احترامي ليك وكل المستمعين، هذه كلها كذب. أنا للأسف نقول لهم المحامين فشلتوا في الدفاع عن ليبيا، عن حق المظلوم، لأن ما من قضايا يعني سجلت ما عرفناش منها ولا حاجة. فوينهم هم المحامين اصلا؟ يعني نشوف في الظلم فايت في كل ليبيا، نشوفه في الجرائم، يعني البشر بده في كل وقت تشوف الجرائم تقتل، يذبحوا ناس يذبح، بس للاسف فشل المحامين وفشل قضاء ليبيا فاشل، يعني نعتبره فاشل يعني بمعنى الكلمه، وهذا ما يؤسف. لا راه لما بلاد تنظر في قضاها تكون على الدنيا السلام راهم. احنا لعد اليوم قاعدين نقول القاتل زيد يقتل، المجرم نقول زيد اجرام، لان يا استاذي يعني احنا للاسف كعبد الظالم ياخذ في حقه قبل المظلوم، والقاتل ياخذ في حقه قبل المقتول، وللاسف هلم جرى ومن هذا كله بسبب المسؤولين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. فانا نتمنى اذا كان في محامي في حد يعني قسم شرف انه يكون شريف حتى في مهنته بتمناهم وبتحداهم يطلعوا الجرائم من يقوم بها هذه، مش حيقدروا لانهم ضعف بمعنى الضعف، يعني ما يقدروش يتكلموا ويهموا فينا كل القضايا. استاذ عبد الرحمن راي حتى اللي داخل المدن راي نعم. وتده كبيره وفيها خيانه للوطن يكملون فيها، يطلع المسؤول في ذلك الوقت ويقول ستكشف الحقيقه في وقتها، لكن كلها ما فيش ولا حقيقه. هي 6 سنوات يعني نفس 42 سنه لونات لعند الان 6 سنوات نفسها، لان من يمسك في الاماكن هذه هم مع الاسف هم نفسهم هم الان نعم. نفسهم من مسكوها 42 سنه للاسف يعني. نعم شكرا جزيلا لك امل من مصراتة. الى ما زلنا في مصراتة. السيد خليل السلام عليكم. نعم شكرا جزيلا لك أمل من مصراتة. ما زلنا في مصراتة. السيد خليل السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، تفضل اسمعني من الهاتف السيد خليل. مرحبتين أخوي عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك، تفضل. أحييك ونحيي برنامجه. لك التحية. بالنسبة موضوع حلقتك اليوم يا أخوي عبد الرحمن. نعم. على موضوع الشيخ نعم الأمراني وتأخر عملية البحث والقصاص والمتابعة. مزبوط. نعم. هذا اللي يصير توا في طرابلس وهالمشاكل هذينا ما معروفة من وراهن هذينا. نعم. هذا معروف من وران عبد الحكيم بالحاج. سيد خليل نتمنى أن نتحدث بكامل المصداقية وبالدليل، لأننا لا نريد أن نظلم أحدا مهما كان، إلا وحتى ما نقلناه على شاشتنا هو اعتراف لأشخاص وليس من مقالاتنا ومن تأليفنا. شكرا جزيلا لك خليل من مصراتة. إذن هذه هي حلقتنا اليوم التي نتحدث فيها حول عنوان هذه الحلقة، وهو تعامل الجهات الرسمية مع مقتل الشيخ نادر العمراني، وكيف كانت هذه التعاملات، ولماذا لم نشاهد بعد إنجازات حقيقية، سواء كانت للجهات التي تبنت هذه القضية والجهات التي كان من المفترض أن تقدم فيها جديد. لديهم اعترافات، والاعتراف حسب ما يقول القانونيون بأن الاعتراف سيد الأذلة، وبالتالي كان من الواجب الاعتماد على هذا الاعتراف والمضي قدما في البحث من خلال هذه الاعترافات، لكن هناك أسماء سميت في هذا الاعتراف ولم يتم إصدار ربما أو توقيفهم، ربما تم إصدار أوامر بتوقيف بعض الأشخاص ولكن لم يتم توقيفهم حتى هذه اللحظة. إلى أين تمضي قضية الشيخ نادر وكيف سنصل إلى حلول فيها؟ كل هذا متوقف على متابعة هذه القضية، وأيضا ربما هناك
يعني مطالبات سواء أمام القضاء وسواء في تجمعات داخل ميدان الشهداء. كل هذه التجمعات هي مطالبات من أجل الوصول إلى القصاص العادل من قتلة الشيخ وممن سماهم العلماء بالمجرمون وسموهم أيضا بالضالين وبتسميات عديدة أسماها العلماء لهؤلاء. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نواصل من بعده حلقتنا، فابقوا معنا. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي نتحدث فيها حول تعامل الجهات الرسمية مع مقتل الشيخ نادر العمراني، ونقصد بالجهات الرسمية هي الجهات المخولة بإجراءات رسمية سواء كانت قضائية أو من الدولة في حد ذاتها. الجهات الدولة الرسمية ماذا قدمت لقضية الشيخ نادر العمراني وكيف يقتل بهذا التحريض وهذا التحريش والاختطاف ثم القتل بهذه الطريقة البشعة؟ هذا ما نعنيه بتعامل الجهات الرسمية وما قدمته من مجهودات في قضية مقتل الشيخ. هذه هي عنوان هذه الحلقة. كان معي في بداية هذه الحلقة ضيفي الأستاذ مصطفى إقراف، وهو المتحدث الرسمي باسم الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والاختطاف والتعذيب القسري. كان معي في بداية هذه الحلقة وعلق بخوفه الشديد من أن تضيع قضية الشيخ نادر كما ضاعت قضايا كثيرة لهؤلاء الذين اختطفوا بغير ذنب وقتلوا بهذه الطريقة الباردة. أيضا تحدث في يعني أمور كثيرة قد نجزها في أثناء هذه الحلقة، لكن نستقبل سليم من مصرات. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك سيد سليم. بارك الله فيك يا أستاذ عبد الرحمن على هذا البرنامج، تحية شكر وتقدير واحترام إلى قناة تناصح قناة صوت الحق. لك التحية سيد سليم. أترحم على روح الشيخ الفقيد نادر السلوسي العمراني، عاش سعيدا ومات سعيدا، وإن شيوخ الفتنة والضلال من يسمون أنفسهم المداخلة أداء الدين أداء الإسلام أداء الوطن، وبالنسبة لحكومة الوفاية والجهات الرسمية وتخالي وتعاون في الجرائم والخيانات والقتل والخطف، والفكر المدخلي هنا فكر ضال. وبالنسبة للشيوخ الفتنة هم معروفين يعني محمود الرضواني ومحمد الرسلان وأشرف المليان ومحمد مدينة وكتاب المداخلة البغدادي أذان عليهم إلى قيام الساعة وعلى أتباعهم، وبارك الله فيك يا سيد عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك سليم من مصراتة. لأبو عجيلة من رجعت، السلام عليكم سيد أبو عجيلة، ما تعليقك على تأخر الجهات المسؤولة في قضية القصاص للشيخ نادر العمراني؟ قطع الاتصال بسيد أبو عجيلة من رجعت. نعود أعزائي المشاهدين للتعليق عن ما قاله الدكتور ربما مصطفى إقراف في بداية هذه الحلقة عندما سألنا عن هل تعتبر قضية مقتل الشيخ نادر قضية رأي عام، فأجاب قطعا بأنها قضية رأي عام وليست قضية الشيخ نادر العمراني في شخصه فقط، بل كل الليبيين معنيين بهذه القضية. كيف يخطف إنسان ويقتل بهذه الطريقة من أجل ربما يعني اختلاف إنجاز التعبير أو إنجاز أو إن صح أصلا أن يكون هناك خلاف فقهي أو ربما بهذا المعنى بينه وبين مجموعات تختطفه ثم تنفذ فيه هذا الحكم بالقتل وتتبره من الضالين وغيرهم. ابن بنغازي السلام عليكم. أهلا وسهلا بك ابن بنغازي. بداية ما تعليقك على تأخر الجهات المسؤولة في القصاص في قضية الشيخ نادر العمراني؟ والله أولا طبعا أول مرة عندي مداخلة في قناة التناصح، هذه قناة الثورة وقناة الكلمة الحق يعني، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وطبعا نسأل الله أن ربي يحفظ شيخنا ومفتينا الشيخ الصديق الغرياني أجمعين. وثانيا نعزي الشهيد والعلامة الدكتور نادر الدكتور نادر العمراني. والله بالنسبة لنا اللي بنقول لك يعني عرفت يعني إذا أردت أن تعرف الحق فأمضي سهام الباطل إلى أين متجهة.
فالعالم تو العالم الغربي واليهود والنصارى اين اتجاههم؟ اتجاههم شو حفتر وشو هذا المجرم يعني، وشو شنو داير في بغداد، شنو من دمار وشنو من يعني من قتل في 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 خوتنا في قفوده. فيعني بصدق يعني وهذه الحكومه الحكومه الوصايا يعني شو راجوا منا نحن؟ ما راجوا منا شيء، هذوما كلما انا نعتبرهم يعني عملاء يعني عرفت. فنسال الله ان ربي يوحد الثوار والحقيقيين والناس اللي تب الحق يعني تب الدين وتب شرع الله عز وجل، سواء في المنطقه الغربيه او المنطقه الشرقيه، والانتباه يعني حتى لا نجر يعني كيف ما نقدر يعني تو حالنا كيف حال سوريا او العراق يعني عارف كيف، ونقدر تحت دار الافتاء واهل العلم الحقيقيين. ونسال الله انه يفكنا من هؤلاء المرجئه وهؤلاء الدواعش، هم سبب فساد يعني ليبيا بصدق يعني عرفت. نعم وما باش نطول عليك وبارك الله فيك، ونسال الله ان قناه التناصح هذه وقناه النبا يعني 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 فعلا هي صوت الحق يعني عرفت. شكرا جزيلا لك ابن بوغازي على هذه المداخلة. إلى طرابلس علي، أهلا وسهلا بك علي، وما تعليقك على تأخر القصاص من الجهات المسؤولة في الدولة الليبية؟ والله يا أخوي بالنسبة للقصاص مش عن الشيخ العمراني بس، في ألف ليبيين ماتوا، لكن بالنسبة نعم. للشيخ العمراني إن شاء الله ربي يرحمه هو، لكن الموضوع أنتم مكبرين ألف أرى. ألا تعتقد أن شيخا يحفظ الحديث ويقدم العلم للعالم أجمع من حقنا أن نعطي له اهتماما أكبر بسبب ما حمله من القرآن والسنة؟ صح يا أخوي كلامك حق، لكن الليبيين كل يوم يموت يا أخوي. نحن لا نرضى بالقتل في الليبيين على الإطلاق، ولكن هذا قدر العلماء. نعم نحن نتحدث عن قدر العلماء، والآن نناقش قضية ونحن نناقش الآن قضية سلبية ربما مؤسسات الدولة في التعامل مع هذه القضايا. شكرا جزيلا لك علي على المداخلة. وسيم من طرابلس، السلام عليكم. من جميل، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك وسيم، تفضل. ترحم على الشهيد نادى العمراني. الله يرحمه. وننتبه الشيوخ هذا المشايخ هذا على الاقل يدروا لنا حل بطرابلس، هذا يعني يوقفوا النزيف في طرابلس حاليا توا. نزيف يعني احنا اسلام ليبيين، كنا ليبيين واسلام، ليش ما يخافوش ربي كنزيف بشكل مش عادي يا اخوي؟ يقول على الاقل يتكلموا العلماء في طرابلس، غادي صدق الغرياني ومتى صدق الغرياني ومشايخ، ويكون الفتنه هذه يعني فتنه كثرت فتنه بطرابلس، من ناس هاجرت ناس باللي بالعنايه بالايمان، حرامك حرام لا ليش هيك نحن ليبيين. نعم وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك وسيم. وابن ليبيا، اهلا وسهلا بك. مرحبتين، شو الحال؟ اهلا وسهلا بك ابن ليبيا، ما تعليقك على تأخر الجهات المسؤولة في الاتيان بالقصاص لقضية الشيخ نادر العمراني؟ اصلا في ليبيا شو بنقول لك، الانفس نتاع الليبيين تغيرت من ناس تحب الدين وتخاف على دينها لناس حبها للشهوات والأموال والقتل وإباحة دماء المسلمين وماشي الأمور الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا جزيلا لك بن ليبيا. مفتاح من طرابلس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك سيد مفتاح. تحية فيك سيد الرحمن. لك التحية، تفضل. تحيتي للكنترول أستاذ بطيب، بارك الله فيك، تفضل. غريب على قناة التناصح. شكرا جزيلا لك. ترحم على الشهيد، إن شاء الله يكون شهيد عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله نحسبه كذلك، شيخنا العمراني رب العالمين. وإن شاء الله لازم القصاص من كل حد، من جميع مشايخ بنغازي، مشايخ ليبيا، العلماء كل العالم يطلع ونفرح به يبكوا فيه. نتمنى من الله عز وجل أنه يقضي على الشياطين هما. وبالله عليك يا اخوي عبد الرحمن، شو اللي صاير في طرابلس؟ بالله فهمنا شو صاير في طرابلس، وربي يهني الباد والعباد. نعم شكرا جزيلا لك مفتاح من طرابلس على هذه المداخله. محمد بن سبها، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك، تفضل. احييك يا استاذ عبد الرحمن. لك التحيه. البرنامج. نعم تفضل. ألو. تفضل. نبي نحييك بس انا نبي ونشكرك يعني صراحه يعني ربي يحفظك عموما بس هذا بنقول لك بس. شكرا جزيلا لك محمد من سبعه، تحيه. الله يسلمك. لك تحيه، شكرا جزيلا لك. اذا هذه مجموعه من اراء المتصلين في قضيه ان
ليبيا تتعرض ربما، أو أن الدولة بالكامل لا تهتم بقضايا القتل حسب ما يرى البعض، ويرى بين البعض أننا ربما نسلط الضوء أكثر على قضية الشيخ نادر، ونحن نقصد فعلا أننا نركز على الشيخ نادر العمراني لأنه قام من قامات العلم وعالم من علماء العالم الإسلامي وليس ليبيا فقط، وهو محدث حافظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أنه فقيه، وبالإضافة إلى أنه فقيه في الأمور الاقتصاديات الحديثة بمعنى مسائل الاقتصاد الحديثة، بالإضافة إلى أنه قدم كثيرا للوطن من ناحية تصحيح لبعض القوانين التي تناسب للشريعة الإسلامية، وهو قامة من القامات العلمية وله مؤلفات كثيرة. فبالتالي نحن نهتم بالعلماء، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم أمة الرحمن، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نترحم أولا على الشيخ، نسأل الله أن يكون من الشهداء، ومد رد شوية ثانية على الأخ اللي قال إن الليبيين يموتوا، شو معنى يعني الشيخ؟ هو أكيد كل نفس معناها مسلم، إحنا نتأسف إنها تسقط بالطريقة هذه، سواء في ليبيا ولا في سوريا ولا في أي مكان في الأمة الإسلامية كلها. لكن لما يكون العالم أهم لينا، بالنسبة لينا إحنا من أي حد، حتى ولو كان ابني، يعني أهم لي العالم من ابني، يعني لأن العالم ما نشوفه إحنا في هو في الأمة الإسلامية شو صاير فيها، ونشوفه في هذه كلها المكر اللي يمكروا فيه النصارى واليهود للمسلمين. فحتى يعني نشوف ان مثلا مقتل الشيخ ماهوش من المداخل، بمعنى انه هو حاجه عاديه او انه هو حسابات بيناتهم او شيء، لا، هذا حسي انه من الموساد ممكن، يعني انه هيك ان رموز زي هذه او شخصيات زي هذه في صغر سن الشيخ نادر والعلم اللي يملكه، يعني نقول لو انه مثلا سنوات ثانيه، يعني شنو بيكون هذا عالم عامل يتكلم بالحق، يصبح بالحق في الأمة كلها يعني. ونشوفوا إن حتى نشاطات الشيخ حتى على الفيس وعلى تويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هو والمشايخ اللي في الأمة الإسلامية كلها، نشوفوا إنه يعني نشاطه غير عادي لتوحيد الأمة، لمشاكل الأمة ككل، يعني مش في ليبيا بس يعني. فنشوف إن هي هذه والله أعلم يعني من الموساد، والموساد ليه يد في ليبيا عن طريق المجلس الرئاسي وعن طريق حفتر، واني نتهم المجلس الرئاسي في إن ليه يد في مقتل الشيخ نادر العمر. شكرا جزيلا لك يا أمة الرحمن من طرابلس إلى ليبيا، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. ما تعليقك على مقتل الشيخ وربما عدم المتابعة أو ضعف المتابعة في قضية الشيخ؟ ليبيا تفضل. ليبيا تفضل، نحن نسمعك. ألو، نسمعك تفضل. أيوة، أنت على الهواء الآن، تفضل. أيوة، شكرا جزيلا لك ليبيا على هذه المداخلة. عموما ونأسف ربما هناك إشكال في الاتصال. عموما أعزائي المشاهدين، هذه إذن آراء مشاهدينا، وكان لنا أيضا يعني مجموعة من الآراء التي كنا نعرضها لضيفنا. سنعود لضيفنا مرة أخرى. عبد الباري من طرابلس، السلام عليكم. عبد الباري من طرابلس، حاول أن تسمعني من الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، نسمعك تفضل عبد الباري. شن حالك؟ طيب والله نبي نقول كلمة طيب. سمعني. والله إن شاء الله ربي يهدي نفوس الناس، وإحنا والله ندعو للخير ديما، وإن شاء الله ربي يحقن الدماء، والله توجعنا بلادنا هيك الحق، الدماء صايرة في بلادنا هذه، سمعني. نعم. وكلم الشباب إنه شد بيوتهم، وإن شاء الله ربي يحفظنا وخلاص، ويحفظ ليبيا. شكرا. حق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد عبد الباري من طرابلس على هذه المداخلة. أحمد من مصراتة، السلام عليكم. قطع الاتصال بأحمد من مصراتة.
إذن حاول أن تعيد الاتصال بنا مرة أخرى أحمد. إذن هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن تقصير الجهات المسؤولة ربما عن قضية الشيخ نادر العمراني وعدم المضي قدما بخطوات واضحة وإيجابية بخصوص هذه القضية، وأين وصلت هذه القضية أيضا، هذه كلها أسئلة في المجهول بسبب ربما ضعف أداء المسؤول. كيف تعتبر قضية الشيخ نادر العمراني؟ طبعا كان رأي الشيخ الأستاذ مصطفى جراف بأنه يعني الشيخ نادر هو ليس قضية يعني رأي عام فقط، وإنما وطن بالكامل، هو قضية وطن يجب الوقوف عندها. بنت بنغازي، السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، تفضلي. بالنسبة الموضوع فتح التحقيق والموضوع حضر، خذ مني نا يا أخي الكريم، والله والله ما هو سكين، أنا عارف ليش، لأن الموضوع كله إصابات، وحتى المسؤولين مشاكل فيه، هذا شيخ علامة مستحيل، مفروض يعني الدنيا تموت وتقعد عليه، يعني يكفي أن العلماء كافة العلماء يعني أثنوا عليه الله يرحمه. يعني مفروض القضية تتحل، يعني تتحل وحتى وثما يعني مش عارفين، ما عارفينها من الأخير عارفين، لكن أنا واحدة من الناس والله ما عندي ثقة فيهم المسؤولين في طرابلس، والله ما عندي ثقة فيهم، ما يشفت نارا، لكن إن كان كان الأشخاص هذول بيعبوا على المسؤولين هذول، والله ما هو سير منهم، والله حتلخ القضية وحتمشي في قضية أخرى، وأنا قلت لك من قبل حيصير كل مرة حتسمع، معلش بس أعطيني وقت شوية، وكل ملكة حتسمع المشائخ المخطوف والمقتول نفس الطريقة. ما هو الحل؟ عبين على العدل، والله ما كان، والله ما هو سير منهم. نعم، ما الحل بالبوغاز؟ أنا والله ما عندي ثقة فيهم. ما الحل برأيك؟ وما هو الحل برأيك؟ ما هو الحل برأيك؟ يقول لك هذه حاجة هي ما هيش هي غابة ولا كذا، لكن علم الله أن هذو ما يبوا نفس تفكيرهم، لا من الأخير نقول لك يبوا نفس، إلا كلا قضاء وشرع الله هم مش ماشيين به، من الأخير نقول لك هم القانون ما مش ماشيين به أصلا، ما مش ماشيين به، في هم حتى لما يشي درج وأسماء وعنين حاطين في قائمة بيضيض أني يا تلقى يا مسافر يا هاشا في من يحمي فيهم، تكيف تنحل القضية هذه. نعم، شكرا. حسبي الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن يأخذ الله الحل منا، جاءت الشيخ نادر بالذات، حسبي الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن يأخذ الحق عاجل غير عاجل، نسأل الله أن يأخذ. شكرا جزيلا لك بنت بنغازي. إلى بنغازي أيضا سيد مفتاح، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، تعليقك مفتاح على قضية مقتل الشيخ نادر العمراني وعدم الإسراع بإيجاد القصاص بالنسبة للجهات المسؤولة. برنامج القصاص هذا الناس المختصة فهمت علي، لكن 90% قتلتها فيها أزلام راه. أزلام هم جماعة النظام السابق، جماعة القذافي هم اللي قتلوا، هم ما يبوش البلاد تريح. نعم، شكرا جزيلا لك مفتاح من بنغازي على هذه المداخلة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعة هذه الحلقة من صوت الناس، والتي تحدثنا فيها عن تعامل الجهات الرسمية مع مقتل الشيخ نادر العمراني. لكم التحية إلى حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.